عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر يوم في قصر بيان برئاسه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء احاط سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اعماله بنتائج الزياره التي قام بها للبلاد فخامه الرئيس برهم احمد صالح رئيس جمهوريه العراق الشقيقه والوفد المرافق لفخامته وفحوى المحادثات الايجابيه التي اجراها مع حضره صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه والتي تناولت العلاقات الثنائيه القائمه بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والميادين. بما يخدم مصالحهم المشتركه الى جانب بحث اخر التطورات الراهنه على الساحه السياسيه والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ثم رحب مجلس الوزراء بالزياره التي يقوم بها للبلاد اليوم فخامه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين والوفد المرافق له والتي تاتي ضمن اطار العلاقات الاخويه القائمه بين البلدين الشقيقين. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الزياره التي قام بها للبلاد مؤخرا مبعوث رئيس جمهوريه النيجر الصديقه حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيه التي تربط البلدين وسبل الارتقاء بها على كافه المستويات وفي مختلف المجالات بالاضافه الى مناقشه اخر المستجدات على الساحات السياسيه من جانب اخر استكمل مجلس الوزراء متابعه تنفيذ الخطط والاستعدادات المعده لمواجهه تداعيات هطول الامطار الغزيره التي هطلت على البلاد حيث اطلع وزير الاشغال العامه ووزير الدوله لشؤون البلديه حسام عبد الله الرومي المجلس على الجهود المبذوله لازاله كافه المعوقات التي تعرقل انسياب صرف مياه الامطار والتي تسببت في تجمع كميات كبيره من الامطار في الشوارع الرئيسيه والطرق الرئيسيه والانفاق كما استعرض المجلس ما قامت به فرق الطوارئ من جهود في سبيل انجاز مهامها ومسؤولياتها والحد من الاثار الناتجه عن الامطار الغزيره والسيول واعاده الامور الى طبيعتها في المناطق المتضرره حرصا على سلامه المواطنين والمقيمين وتجنب المزيد من الضرر والخسائر في الممتلكات العامه والخاصه كما احاط وزير الاشغال العامه المجلس بتشكيل لجنه تقصي الحقائق حول كافه الاثار والنتائج التي خلفتها الامطار وتحديد اوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وتضم ممثلين عن اداره الفتوى والتشريع وجامعه الكويت ومعهد الابحاث العلميه وجمعيه المهندسين الكويتيه وجمعيه المحامين الكويتيه على ان ترفع اللجنه تقريرها لمجلس الوزراء خلال اسبوعين وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها العاملون في وزاره الدفاع وزاره الداخليه والحرس الوطني وزاره الاشغال العامه والهيئه العامه للطرق والنقل البري وزاره الصحه وزاره الاعلام والاداره العامه للاطفاء بلديه الكويت ومختلف الجهات المختصه منها منوها بالدور الايجابي الذي قام به المواطنون في معاونه الاجهزه الامنيه والذي يعكس روح المسؤوليه الوطنيه العاليه متمنيا السلامه للجميع في ظل هذه الظروف المناخيه الاستثنائيه وازاء معالجه الاثار والخسائر التي خلفتها الامطار الغزيره فقد كلف مجلس الوزراء لجنه تضم ممثلين عن اداره الفتوى والتشريع ووزاره الماليه واتحاد شركات التامين وغيرها في الجهات المعنيه لتتولى اعداد صور الدعم المناسبه للمتضررين كما قرر دفع الدية الشرعية لأسرة المرحوم أحمد الفضلي الذي راح ضحية تلك الأمطار ثم أحاط وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب الرشيد المجلس علما بالإنجاز الذي حققه القطاع النفطي مؤخرا والذي تمثل في البدء في تصدير أول شحنة من النفط الخفيف عالي الجودة وذلك تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مسجلا بذلك إنجازا وخطوة كبيرة في القطاع القطاع النفطي ويعود هذا الانتاج لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت حيث بلغت الطاقه الانتاجيه للغاز الجوراسي حوالي 500 مليون قدم مكعب يوميا وحوالي 175 الف برميل يوميا من النفط الخفيف وقد اشاد وزير النفط بتضافر جهود العاملين في القطاع النفطي في شركه نفط الكويت لتحقيق هذا الانجاز النوعي وهذه الانطلاقه المتجدده في هذه الصناعه النفطيه بما يعزز دور دوله الكويت كمصدر امن لتوفير احتياجات السوق العالميه من النفط عالي الجوده كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الامه واطلع بهذا الصدد على الاسئله والاقتراحات برغبه المقدمه من بعض اعضاء مجلس الامه ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسيه في ضوء التقارير المتعلقه بمجمل التطورات الراهنه في الساحه السياسيه على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه وحزنه جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين، وأعرب عن مواساته وتعازيه إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبد الله الثاني ابن الحسين وللشعب الأردني الشقيق ولاسر الضحايا خاصة. سعيلا الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من كل سوء ومكروه كما عرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث التفجير في مدينة الموصل شمال جمهورية العراق الشقيق وكذلك الانفجارات التي وقعت في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء واكد مجلس الوزراء على موقف دوله الكويت المناهض للعنف والارهاب بكافه اشكاله مؤكدا ضروره تضافر جهود المجتمع الدولي لوهد ظاهره العنف والارهاب معربا عن وقوف دوله الكويت الى جانب جمهوريتي العراق والصومال الشقيقين وتاييدهما في كل ما يتخذانه من اجراءات للحفاظ على امنهما واستقرارهما وقد اعرب المجلس عن اسفه وتعاطفه ازاء الحرائق التي اندلعت في غابات بولايه كاليفورنيا مؤخرا والتي اسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. ثم اعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي الى الشعب التركي الصديق اثر انفجار مستودع للذخيره بمدينه هاكاري جنوب شرقي تركيا مؤخرا سائلا الباري عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعه الشفاء العاجل.